السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنشرح لسن 7 ان يونت 10. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. طبعا اللسن بتاعنا اسمه Exploring Percent. يعني ايه Percent؟ طيب هخلي الكتاب بتاعي على جنب كده، وقبل ما نشرح الدرس بتاعنا اصلا خليني اراجع معاك حبة حاجات المفروض ان انت دلوقتي عارفها كويس قوي. قبل ما اقول معلومة جديدة يهمني ان انت تكون عارف المعلومات اللي انا هقولها معاك دلوقتي، تمام؟ اتعلمنا اول حاجة ريشيو، وعرفنا من الريشيو دوت ان انا عندي first term وsecond ايه؟ term. first term وsecond term، وكل واحد فيهم بيحافظ على مكانه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ابدلهم. first term يفضل مكانه اسمه first، second term يفضل second term، موضوع ما فيهوش نقاش، تمام؟ عرفت في الريشيو ان انا ينفع اكتب النمبرز بتاعتي في simplest form، وينفع النمبرز بتاعتي مثلا اكتب لك 2 3 مثلا example بقى، اوكي؟ فيبقى عندي نمبرز في الريشيو غير الوان الفيرست ترم بتاعك والسكند ترم، ينفع ما يكونش عندك فيهم 1، وينفع يبقى عندي 1 مثلا 1 2 4، ينفع. وينفع يدي لك ريشيو محتاج تعمل لها سمبل فاي، مثلا يكتب لك 4 2 6. بتاخد اشكال كتير، ويبدا يقول لك هتهالي لو سمحت في السمبلست فورم بتاعتها. متفقين؟ يبقى أول حاجة تعلمناها كانت ratio، وركز كده، أخدت أكتر من شكل numbers، ممكن يبقى فيها 1 وممكن ما يبقاش فيها. وخد بالك من كلمة 1 اللي الميس عمالة تركز عليها، ممكن يبقى فيها 1 زي الإكزامبل ده 1 to 4، وممكن ما يكونش فيها 1 يعني زي ده 2 to 3. متفقين؟ 1 1 1. اشمعنى يا ميس؟ عشان بعد كده تعلمنا يونت ريت، واتفقنا ان اليونت ريت بتاعي دوت بيتكلم معايا على two different units. عندي برضو في first term و second term، بس الشرط بتاعه ان second term بتاعك equals 1. دخلنا في موضوع الوان اهو. لازم علشان اقول ان الحاجة اللي هو مديهاني دي unit rate يكون عندي second term equals 1. بص الكلام بدأ ايه يختلف عن الريشيو شوي. الريشيو قلتلك ممكن يبقى عندها 1، ممكن لأ، ممكن تبقى numbers عادية مفيش مشاكل، لكن في unit rate ليه؟ ده انت عندك شرط اساسي second term بتاعك equals 1. متفقين؟ مديالك هنا example زي ما كنا بنقول مثلا 20 كيلومتر بير اور، 20 كيلومتر بير اور، يعني 20 كيلومتر بير اور، يعني over 1 اور. بص كده second term بتاعك equals 1. unit rate second term equals 1. متفقين؟ بعد كده عرفنا حاجة جديدة اسمها conversion factor، وعرفنا عن الconversion factor ده يا شباب انه بيستخدم لي units in the same measurement system. ركز بقى، انا براجع معاك زي ما بقولك كده معلومات انت عارفها. تاني، conversion factor بيشتغل معايا على units in the same measurement system، نفس العيلة. units مثلا for measure the length، units for measure the mass، units for measure the capacity، whatever units for measure the time، نفس العيلة مع بعضها. في الconversion factor يا شباب احنا برضو بنتعامل مع two terms، first term و second term، تمام؟ عندي term من الاتنين equal 1، term منهم مش فارق معايا بقى يبقى first term ولا second term، المهم ان انا عندي term في الconversion factor بتاعي equals 1، والترم دوت بحدده على حسب السؤال اللي هو مديهولي. وانا بحول بقى من يونت ليونت تانية، واحنا اتدربنا على الconversion factor كتير. فالconversion factor بص كده، يعني انا كاتبالكم هنا هوت
تو اكزامبلز، ادي اكزامبل وادي اكزامبل. بص كده هنا 1 متر طبعا 200 سنتيمتر، ال 1 متر ايكوالز 100 سنتيمتر. هنا الفيرست تيرم بتاعك هو اللي 1. طب انزل تحت على الكونفرجن فاكتور التاني ده 100 سنتيمتر تو 1 متر. ها بص كده 100 سنتيمتر ايكوال 1 متر، بس هنا السكند تيرم بتاعك هو اللي ايه؟ اللي 1 متر. المهم ان انت عندك تيرم من التو تيرمز بتوعك ايكوالز 1، عندك تيرم من التو تيرمز بتوعك ايكوالز 1. فيرست بقى او سكند تيرم ده بيتحدد بناء على السؤال اللي هو بيساله لك، بيتحدد بناء على السؤال اللي هو بيساله لك. متفقين؟ تاني بقى، يبقى انا كده رجعت معاك ريشيو فيرست تيرم وسكند تيرم. ممكن في الريشيو يكون عندي 1 وممكن ما يبقاش عندي، ممكن ما يكونش عندي يونت ريت. لازم السكند تيرم بتاعي يكون فيه 1، سكند تيرم يكون فيه 1. كونفرجن فاكتور، عندي تيرم من الاثنين فيهم 1، عندي تيرم من الاثنين فيهم 1. فيرست تيرم ولا سكند تيرم ده على حسب السؤال اللي هو بيديهولي. شوف انا اكدت معاك المعلومه كام مره. طب هو انت ليه بتراجعي معانا الكلام ده؟ عشان لما اجي اروح معاك واقول لك تعالى اعلمك يعني ايه بيرسنت، يعني ايه بيرسنت، واقول لك بيرسنت از ريشيو، يبقى عندها فيرست تيرم وسكند ايه تيرم. ما دام قلت لك بيرسنت يبقى انا بتكلم معاك على ريشيو، عندها فيرست تيرم وسكند تيرم، بس بشرط. بص كده السكند تيرم بتاعها ايكوالز 100، ده الشرط اللي هنتعامل معاه النهارده. بيرسنت يعني عندك سكند تيرم ايكوالز 100. ويبقى انت كده تقدر تفرق بين اربع حاجات، اربع حاجات تمام، ريشيو لوحدها، يونت ريت، كونفرجن فاكتور، بيرسنت. درسنا بتاع النهارده يبقى بيرسنت اول حاجه عايزاك تكون عارفها ان هو عباره عن ريشيو، يعني عنده فيرست تيرم وسكند تيرم، والسكند تيرم بتاعه ايكوالز 100. متفقين؟ طيب equals 100 دي second term، يعني ممكن اقول عليها بير 100 يعني over 100، او ممكن اقول عليها hundreds. الكلمات دي كلها second term 100 اهو، او بير 100 تمام، او hundreds. الكلمات دي كلها تدي لك انطباع او لازم تكون فاهم ان معناها ان السكند تيرم بتاعك ايكوالز 100. متفقين؟ دي اول معلومه عاوزاك تبقى فاهمها كويس قوي. طيب بعد كده كمان عاوز اقول لك حاجه اللي هي ايه، اللي هي بنرمز لكلمه بيرسنت بالعلامه دي، بنرمز لها بالعلامه دي وهنتدرب عليها كتير. يعني العلامه دي لما تشوفها، لما اكتب لك مثلا 5%، بص انا قريتها ايه بيرسنت اهو 5%، وكده المنظر اللي قدامك ده معناه ايكوال 5 over 100 اهو. سكند تيرم اهوت 100، او ينفع اقول عليها 500 تمام. سكند تيرم ايكوالز 100%. بيرسنت العلامه دي تتدرب عليها كويس لانها هتكمل معاك سنين بعد كده، مش النهارده بس. موضوع مهم وان شاء الله سهل وبسيط. تعالوا نبص على اول اكزامبل معانا. هو بيقول لك in a school if the ratio of the number of 6th grade students to the number of all students، ده محدد لك بص كده 6th grade to all students. الكلام ده ايكوال، احنا ماشيين بقى مع الكلام اللي هو هيديهولنا وهنشوف هنحولها ازاي لبيرسنت تمام. طيب يبقى تاني، انت معاك الطلاب اللي في جريد 6 لكل الطلاب اللي موجودين جوه المدرسه، ادي الريشيو بتاعتك. الكلام ده ايكوالز ايه؟ ايكوالز 3 to 20، 3 over 20. طبعا ممكن تكتبه 2
وممكن تكتبه اوفر زي ما انا كاتبه دلوقتي. تمام؟ طيب لو انا قلت لك انا عايز اعرف البيرسنت بتاع الطلاب in grade 6، الكلام ده equals ايه percent؟ equals ايه percent؟ طيب يا ميس انت قلتي ان عشان اتكلم بكلمة percent دي لازم السكند تيرم بتاعي يكون 100. طيب اهو انا كتبت في السكند تيرم 100، ال 20 بقت 100 يا شباب، حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 5. اطلع فوق عند 3 واعمل لي multiply by 5. 3 by 5 equals 15، يبقى 15 over 100. second term بتاعك equals ايه؟ 100. يبقى الكلام ده equal 15%. يعني الطلاب اللي في grade 6 في المدرسة دي equals 15%. 15%. second term بتاعك equals 100، العلامة دي معناها over 100%، معناها second term equals 100. متفقين؟ طيب هو طبعا كتب لك 3 to 20 يعني 15 to 100، وبدأ يكتب لك بقى ان 15 over 100 الريشيو بتاعتك equals 15%، وبنقراها 15%. تمام؟ بص كده 15%. اوكي؟ طيب تعالى نبدا نتكلم عموما هو يعني ايه بيرسنت اكتر، وضح لنا الكلام اكتر. عشان اوضح لك الكلام اكتر هقول لك ان بيرسنت دي علاقه بين فيرست تيرم وسكند تيرم، اهو فيرست وسكند، بحيث ان السكند اتفقنا فيه 100، ايا كان بقى الفيرست تيرم بتاعك ده علاقته ايه بال 100، علاقته ايه بال 100. فلما اجي اقول لك مثلا 50 to 100، الكلام ده يمس معناه 50 over 100، صح ولا لا؟ الكلام ده برضو معناه 50%. انت عايزه توصلي لايه؟ عايزه اقول لك ان 50% دي معناها half، مش ال 50 نص يا شباب ال 100، 50 نص ال 100 ولا ايه؟ ايوه يا ميس، يعني لو انت كتبت لي الريشيو الاولانيه اللي انا كتبتها قدامك 50 to 100 وقلت لك اكتبها لي في السيمبلست فورم، اول حاجه هتعمل لي ايه يا ميس؟ هقول لك ان عندي كومن فاكتور 50 بين ال 50 وال 100. طب اعمل سمبلفاي. طيب 50 ديفايدد باي 50 ايكوالز 1 2، 100 ديفايدد باي ال 50 يعني 2. ايوه فعلا ده اداني هاف اهو، 1 تو 2 يعني ايكوالز 1 اوفر 2، اهو 1 اوفر 2 دي اللي هي 50%. الحاجات دي بقى تبقى عارفها كويس قوي. يبقى انا وانا بتكلم معاك وبقول لك 50% of 50% of معناها نص الحاجه اللي بتكلم عليها، نص الحاجه اللي بوف دي ايا كان بقى الحاجه اللي انا هتكلم عليها في الاكزامبل. تسمع كلمه 50% يبقى انا بكلمك عن هاف. متفقين؟ طب زيها كده لو اتكلمنا على 100%، ايه رايك لما اقول لك 100%؟ تفتكر الكلام ده معناه ايه؟ يا ميس انت قلتي العلامه دي معناها اوفر 100، اديني هكتب 100 over 100 ايكوال ايه يا شباب؟ ايكوالز 1. ايه ده؟ ده انت بتكلميني على توتال بقى، بتكلميني على كل الحاجه اللي هيبقى عليها الاكزامبل بالظبط. يعني لما اقول لك مثلا ادي لك سيركل كده اوكي، وابدا اظلل الجزء ده منها، فكده انا مظلله ايه؟ انت مظلله نصه. طيب نصه دي اتفقنا يعني ايه؟ يعني 50% of the circle. 50% of the circle is shaded، متظلل قدامك او colored. طب لو انا جيت ظللت الجزء التاني، اه ده انت كده بتكلميني على 100%. يبقى 100% ده total of the circle. انت معاك السيركل دي 1 هول، انت معاك السيركل دي 1 هول، ف 1 هول equals 100%. 1 هول انا ظللتها كلها اهو، ف 1 هول equal
percent. يبقى تاني بقى ها 50% of 1 whole equals 100%. علاقات اللي هي اول ما ببقى بتكلم معاك واقول لك 50% انت خلاص فاهم ان الميس بتتكلم على نص الحاجه ايا كانت الحاجه دي. اوكي طيب اتكلمنا على 100% واتكلمنا على 50%، تعال نتكلم على 25%. ها حد عرف يتوقع يعني ايه 25%؟ يعني 25% الكلام ده ايكوال، بص كده 25 over، لو انا عايز اشيل كلمه percent دي هحط second term equals 100. طب تقدر تعمل simplify؟ طبعا ها عندي 25 و 100 بينهم common factor 25. بصي وانا بعمل simplify يبقى divided by 25 فوق وتحت، 25 divided by 25 equals 1 و 100 divided by 25 يعني 4. طلع قدامك ايه 1 over 4. يعني لو انت معاك سيركل وبدأت تقسمها لفور equal parts وبدأت تظلل لي بارت منهم اللي هو equal 1 over 4، ده بفراكشن صح كده؟ على طول تبقى فاهم ان 1 over 4 دي يعني الميس بتتكلم معايا على 25%. حاجات اساسية بقى، حاجات كده اساسية. تاني بقى اتكلمنا على ايه وايه وايه؟ اتكلمنا على 50% و 25% و 1 whole، اساسيات لازم تبقى عارفها. طيب حتى 1 whole دي لما قلناها قلنا 100%، خلينا الاول ايه بنتكلم كله percent. اوكي قلنا 50% دي يعني half، 25% يعني 1 over 4، 100% يعني 1 whole. الكلام ده لازم تبقى عارفه، الكلام ده لازم تبقى عارفه. ما اجي اقول لك مثلا، مثلا يعني ها ان انت اشتريت بيتزاية اوكي وكان نصيبك منها 25%، بتكلم بالعربي اهو، يبقى انت كده على طول ربطت في دماغك ان انت اخدت قد ايه من البيتزا. يا ميس ده انا خدت ربعها 1 over 4، 25% يعني 1 over 4، ده انا خدت ربع البيتزاية كده بالظبط. طب لو قلت لك باباك اخد 50% من البيتزا، بابا خد النص يا ميس، بابا خد اكتر مني، بابا خد 50% بابا اخد اكتر مني، انت كده ما قسمتيهاش بالحق، بابا بقى لازم نراضيه، متفقين؟ ها طب لو قلت لك جبنا بيتزايتين وماما خدت بيتزاية كاملة منهم، ماما خدت 100% كده لوحدها، اما البيتزاية التانية فهنبدأ نقسمها بينك وبين اخوك، يبقى كل واحد هياخد ايه؟ كل واحد اخد 50% بقى يا ميس بيني وبين اخويا، يبقى انا خدت نص واخويا اخد النص التاني، واخد بالك انت؟ ماما خدت واحدة خدت 100% وانت واخوك كل واحد اخد 50% اللي هو half. بص بمجرد بقى الوقت انت ايه؟ انا عاوزك تتخيل معايا، يعني تتخيل معايا دلوقتي خلاص 50% of 25% يعني 1 over 4 quarter، 100% يعني سيركل كاملة، بتزايا بقى كاملة، whatever ايا كان الاكزامبل على حسب ما هيقابلنا بعد كده، متفقين؟ طب بنفس المعنى، يعني بنفس المعنى وبنفس الكلام بقى، لو جيت اقول لك بص كده على الاكزامبل ده، لو قلت لك هاني answered 100% of the questions in mathematics exam correct، ها معناها ايه؟ معناها يا ميس لما يقول لي جاوب 100% of the questions ده جاوبها كلها، ده الواد ده جاب الدرجة النهائية بالظبط. انت واخد بالك من الفكرة؟ يعني لما اقول لك ان هو جاوب 100%، ما احنا متفقين بقى 100% دي يعني 1 whole، يعني اخد ورقة الامتحان كلها وجاوبها صح، جاب الدرجة النهائية. طب لو قلت لك انه جاوب 50% ده كده جاب نص الدرجة، يعني كده لو قلت لي ان هو جاوب 50% يبقى هو جاوب نص الاسئلة، يبقى هياخد نص الدرجة، ومعنى كده برضو ان عنده النص التاني غلط، متفقين؟ طب لو قلت لك ان هو جاوب 25% من الاسئلة صح،
يعني سمعنا كلامك ده ان هو سقط مش هينجح اصلا. 25% دي ده هو كده يعني جاوب ربع الورقة بس صح، ورقة الامتحان جاوب ربعها بس صح، كارثة. انتوا فاهمين الفكرة دلوقتي عاملة ازاي؟ يبقى انت معاك 3 كميات همت او 3 علاقات في كلمة بيرسنت، انا يهمني تبقى عارفهم كويس قوي. تمام؟ برضو لما اقول لك ان مثلا حد اكل 50% of the pizza، تمام؟ هنا بيقول لك مارينا، اهي بصوا تحت كده، مارينا ايت 50% of the pizza. ها معنى كده الكلام ده ايه؟ اكلت نصها، 50% هاف على طول، اظن كده واضح. اوكي طيب تعال نبص على الجزء اللي بعده. يبقى انا لغاية دلوقتي يهمني قوي ان انت وصل لك جملة percent يعني second term equals 100 percent يعني second term equals 100. متفقين؟ طبعا هنا برضو بدأ يعلق على 25% وقال لك معناها 1/4. تمام؟ واحنا علقنا ورسمنا سيركل وعملنا تمام. طيب واحنا بنعمل مقارنة، تمام؟ يعني هو هنا بيقول لك مثلا comparing to 50%. طب اوكي لما اقول لك 55% ايه رأيك؟ علاقتها ايه بال 50%؟ يا ميس 55 اكبر طبعا، 55% اكبر greater than 50%. طب لما اقول لك 50% بالظبط، 50% دي equal 50%. خد بالك انا بقارن التلات كميات دي بكلمة 50%، ف 55% greater than 50% طبيعي، و 50% هتبقى equal 50%، ولو كتب لك half هتقول له equal 50%، ولو كتب لك 50 over 100 هقول له equal 50%. طب ولو كتب لك 2 over 4 ما هو 2 over 4 دي انا ممكن اعمل لها simplify وتبقى 1 over 2 اللي هي half، يعني هتبقى equal 50%. تاني لو كتب لك 4 over 8 برضو يمس 4 over 8 انا ممكن اعمل لها simplify وتبقى equals 1 over 2 وساعتها هتبقى equals 50%. اتفقين؟ طيب لما اقول لك 45% لا دي اقل يمس من ال 50%، يعني ده numbers انا بقارن numbers، مدام في هنا percent وفي هنا percent فانا بقارن numbers، 45 طبيعي انها less than 50 ما فيهاش نقاش. تمام؟ بعد كده بيقول لك او رسم لك شوية مودلز زي ما انت شايف كده، لو اخدت بالك هتلاقي كل سكوير قدامك بيج سكوير متقسم من جوه ل 100 سمول سكويرز، كل سكوير كبير متقسم من جوه ل 100 طبعا ايكوال سكويرز، سمول سكويرز وايكوال كلهم قد بعضهم. تمام؟ فلما هتيجي تبدأ تبص كده على كل موديل قدامك، يعني هنا مثلا هو مظلل لك كل السمول سكويرز اللي جوه، عشان كده قال لك بص 100 شادد سكويرز ريبريزنت ايه؟ ريبريزنت 100% اللي هو وان هول. وان هول على اعتبار ان انا بتكلم ان انا معايا وان بيج سكوير. تمام؟ الوان هول ده ايكوالز 100 اوفر 100 على اعتبار ان انا بتكلم على فراكشن. لو قلت لك قول لي الفراكشن بتاعت الشادد بارتس اللي قدامك، يمس عشان اكتب فراكشن اصلا بكتب تحت في الدينومينيتور توتال بارتس، فالتوتال بتوعي 100 وبكتب في النيوميريتور بتاعي النمبر اوف شادد بارتس، وعندي كلهم شادد بارتس بتوعي متظللين كل ال 100 برضو، عشان كده اتكتب لي 100 اوفر 100. والكلام ده في الاخر او الشكل الجديد اللي اتعلمناه النهارده ايكوالز 100 percent. ده هو ده هو ده. طب تعالى بص هنا، ها لما اقول لك اكتبها لي as a fraction، احنا متفقين ان انا عندي total vortex بيتكتب في الدينومينيتور، انا عندي total vortex 100. لو قعدت بقى تعد معاك كام small square متظللين جوه هنا هوت هتلاقيهم 12، فبقى معاك 12 over 100، ف 12 over 100 equals ايه؟ equals 12%. متفقين؟ وهكذا. ها هنا معاك ايه؟ هنا معايا عشان تكتبها fraction يبقى عندي denominator equals 100 ومعايا numerator 1
1 over 100 الكلام ده equals 100%. لما تشوف العلامة دي خلاص بقيت فاهم حافظ ان السكند تيرم بتاعك equals 100. متفقين؟ طبعا هنا هوت مثلا بصوا كده، ها علاقته ايه بال 100؟ يعني لما اجي اكتب denominator 100 يا ميس ده انا هكتب هنا هوت معايا 100 بلس ومعايا هنا 56، فكتب لك 156. بص 156 over 100، 156 over 100 معناها 156%. يشيل كلمة over 100 دي ويحط علامة ايه؟ percent. تمام؟ طبعا اقدر احولها كمان لشكل الديسمال نمبر، يعني الكلام ده كمان مش بس كده، لا ده equal 1.56. كلها ريليشنز لازم تبقى عارفها كويس قوي، ان انت ازاي بقى هتكتبها في شكل البيرسنت، وهتكتبها في شكل ديسمال نمبر، وهتكتبها في شكل فراكشن زي كده، علاقات كلها انت المفروض تبقى عارفها كويس قوي. متفقين؟ طب تعالى نبص على اكزامبل نمبر 1. هو هنا بيقول لك convert each of the following decimal into percentage. بيرسنت بقى لما يجي يسألك عليها في الامتحان هيبدأ يقول لك بيرسنتيج. على فكرة بيرسنتيج بالعربي يعني نسبة، وهتسمع الكلمة دي كتير قوي بعد كده، اللي هو جاب كام في المية يا ولاد في الامتحان، النسبة بتاعته كام بالعربي. In English percentage. متفقين؟ طيب يبقى أنا عندي هدف اللي هو إيه تاني، convert each of the following decimals into percentage. تشوف الكلمة دي يبقى انت عارف ان الاجابة بتاعتك عايز تحط لها العلامة الجديدة بتاعتنا النهاردة percent. percent. تشوف كلمة percentage دي يبقى انت عايز تكتب النمبر اللي هو مديهولك وتحوله بحيث انه يبقى جنبه العلامة دي. تمام؟ طب تعالى نبص كده، انا معايا 0.3. ايه رأيك 0.3 دي معناها ايه؟ يعني معناها 3 over 10. طب انا عايز السكند تيرم بتاعي دوت 100 اهو 100، ال 10 بقت 100 عمل ملتبلاي باي 10، هطلع فوق عند 3 باي 10 ب 30. بص كده 30 اوفر ايه 100، السكند تيرم بتاعك بكام 100، شيلها واكتب لي 30% كده بقت برسنتيج. كده بقى هو الشغل بتاعك، يبقى 0.3 equals 30%. واحد تاني هيقول لي يا ميس طب ما انا عارف ان 0.3 equals هيتكلم على equivalent decimal numbers، بمعنى 0.30. مش ده هو ده؟ مش لما تحط 0 في الديسمال بورت بتاعك هنا مش هيغير الفاليو؟ 0.3 هي 0.30. طب والكلام ده معناه ايه؟ او لما تقراه هقراه 30 hundredths. هندردس، بص السكند تيرم بتاعك ازاي قريته ايه؟ هندردس. لو قريته لي هقول لك دي اسمها 30 hundredths، اللي هي 30%. خلاص حولتها اهو. متفقين؟ يبقى انت معاك طريقه وادي طريقه كمان. اوكي؟ طيب في طريقه ثالثه يا ميس. لما اقول لك حول لي لبرسنتيج، وساعات هنبقى بنثبت على طول الطريقه دي، اللي هي ايه؟ ان انا هاخد 0.3 الحاجه اللي هو بيسالك عليها وهقول له ملتبلاي باي 100%. هو انت لما تعمل ملتبلاي باي 100% انت غيرت حاجه؟ احنا متفقين ان 100% دي كانك بتعمل ملتبلاي باي 1 100%، انت كانك بتعمل ملتبلاي باي 1. احنا اتفقنا ان 100% يعني 100 اوفر 100 والكلام ده ايكوال 1، صح كده؟ صح يا ميس. قلتي برسنت دي هتاخدها وتطلعها لي بره في الناتج، ما انت عايز تعمل بقى ملتبلاي وعايز الناتج بتاعك يبقى برسنتيج، فهتاخد برسنت تطلعها لي في الناتج بره. متفضل قدامك ايه؟ احسب لي 0.3 ملتبلاي باي 100 هيدي لك ايه يا ميس؟ الديسمال بوينت دي وانا بعمل ملتبلاي باي 100 هتتحرك 2 ديجيتس تو ذا رايت، يعني هحط 0 هنا ويطلع لي 30%. 30 ايه؟ percent. يبقى وانت بتحول لبرسنتيج
من اسهل الطرق لو مش عايز تحول لفراكشن، وبعدين من الفراكشن اللي تحول لها تعمل الدينومينيتور بتاعك 100، وبعد كده تبدأ تشيل بقى ال 100 وتحط لي كلمة بيرسنت. بص كم مرحلة عديت عليها. لا، من اسهل الطرق وانت بتحول لبرسنتيج انك تعمل ملتبلاي باي 100%، وتاخد علامة البرسنت بقى تطلعها لي بره عند الناتج، تمام، وتشوف النمبرز اللي معاك وتعمل لها ملتبلاي. نقول تاني، نحل اكزامبل كمان يأكد المعلومة. ها انا معايا زيرو، بصوا كده السؤال اللي الدور عليه 0.099، وعايز احوله لبرسنتيج. الميس دلوقتي قالت ان من اسهل الطرق ان انا اعمل ملتبلاي باي 100%. بص هتتحل في ثانيه ازاي. ها وقالت كمان بيرسنت دي طلعها لي عند الناتج بقى، ما انا عايز برسنتيج، فيبقى السكند ترم بتاعي هو 100 اللي هي العلامه دي، تمام. اعمل ملتبلاي بقى يلا ل 0.099 ملتبلاي باي 100، يا ميس الديسمال بوينت بتاعتي لما اعمل ملتبلاي باي 100 هتتحرك 2 ديجيتس تو ذا رايت، فهتيجي هنا بين ال 9 وال 9 فيطلع لي 9.9%، و 9.9% دي معناها 9.9 اوفر 100، والكلام ده ايكوال الكلام ده. انا بعلمك حاجة جديدة بس كلهم ايكوال في بعضهم، خد بالك من الموضوع ده. يلا تاني، يبقى دي خلاص وصلنا لها 9.9%، متفقين. والاولانية عملناها 30%، معايا كمان 1.27، يلا اهو 1.27، وعايز احولها البرسنتيج هعمل ايه؟ اسهل حاجة اعمل لي ملتبلاي باي 100%، كأنك بتعمل ملتبلاي باي 1 بالظبط، بس بتغير الشكل بتاع الديسمال نمبر اللي هو مديهولك. بتغيره لايه؟ بغيره البرسنتيج. يعني ايه برسنتيج؟ يعني سكند ترم ايكوالز 100، العلامه دي معناها اوفر 100، متفقين. هطلع العلامه دي بر في الناتج بتاعي اهو عشان يبقى برسنتيج، وهاخد التو نمبرز دول واعمل لهم ملتبلاي. ها عندي ديسمال بوينت وبعمل ملتبلاي باي 100، يبقى الديسمال بوينت هتتحرك 2 ديجيتس تو ذا رايت، هتتشال هيطلع لي 127%، خلصت 127% اهو، تمام. يلا تاني، معاك اخر واحده 0.625، والكلام دوت عشان احوله البرسنتيج هعمل ملتبلاي باي 100%. ثبت الفكره دي في مخك وانت بتحول لبرسنتيج، عايز الانسر بتاعتي عندها كلمه بيرسنت دي، تمام. فبيرسنت يبقى انا عملت ملتبلاي باي 100%، اخدت بيرسنت وطلعتها بره، واعمل ملتبلاي للتو نمبرز اللي قدامك. بعمل ملتبلاي باي 100 ديسمال بوينت هتتحرك 2 ديجيتس اهم تو ذا رايت، هيطلع لي، بص الديسمال بوينت هتيجي هنا بين ال 2 وال 5، اوكي، فهيطلع لي 62.5%. واحنا كاتبين بيرسنت من الاول، احنا شرحنا الثلاث طرق، هو اختار طريقه انه يحرك بس الديسمال بوينت، لكن انا عايزاك تبقى فاهم كويس قوي خطوة ان انت بتعمل ملتبلاي باي 100%، وعشان كده بتحرك الديسمال بوينت بتاعتك. فانا مختارة الطريقة دي، ثبتها في الحل بتاعك وثبتها انك تبقى عارفها في الامتحانات وفي مواقف كتير كده، لما هتلاقي نفسك بتتلخبط او مش عارف تتعامل مع السؤال او مش عارف تحول لبرسنتيج، هتبقى من اسهل الطرق اللي بتتعامل بيها انك تاخد الجيفن اللي هو مديهولك، الحاجه اللي بيسالك عليها، وتعمل لها ملتبلاي باي 100%، تاخد بيرسنت تطلعها بره في الاجابه، وتعمل ملتبلاي للنمبرز اللي معاك على جنب، متفقين. اكزامبل نمبر 2، كونفرت ايتش اوف ذا فولوينج فراكشنز انتو ا بيرسنتيج. بيرسنتيج يعني انا عايز بعد الايكوال عندي علامه البيرسنت،
متفقين؟ second term equals 100. طيب بص كده، هو اخد 2 over 5 وبدأ يفكر انا عايز ال 5 تبقى 100. ركز كده، فعمل multiply by 20 لل first term ولل second term. تمام، 5 by 20 بقت 100 و 2 by 20 بقت 40 وبقت 40 over 100. الكلام ده equals 40%. السكند ترم هو 100، فحط علامة البرسنت بتاعته. طب يا ميس، هو الكلام ده ينفع اعمل فيه multiply by 100%؟ ينفع، ويطلع لي الإجابة 40% زي ما هو مطلعها هنا. طبعا، ما احنا اتفقنا ان انت عندك اكتر من طريقة، وهدفك الاساسي ان يكون السكند ترم بتاعك 100، صح كده؟ بص كده، 2 over 5 بيقول لك حول لي الفراكشن لبرسنتيج بمنتهى السهولة، اعمل لي multiply by 100%. انت ممكن جوه الامتحان تبقى مش عارف ان 5 multiply by 20 هتديني 100، وارد ان انت تتلخبط او تنسى، لكن دي لا مش هتنسى. الميس قالت خد الفراكشن، خد الديسيمال نمبر، لما يقول لي حول لبرسنتيج اعمل باي 100%، اهو انا بعمل زي ما قالت والكلام ده ايكوال. وقالت لي خد برسنتيج، طلعها لي في الاجابه بره، اهي برسنت اهي. قالت لي هيبقى عندك حسبه جوه بقى احسبها، 2 over 5 باي 100 ايكوال ايه؟ اعمل سمبلفايل، عندك 5 و 100 بينهم كومن فاكتور 5، 5 ديفايدد باي 5 ايكوالز 1، 100 ديفايدد باي 5 يعني 20. خلاص كده، بص 2 multiplied by 20 equals 40، وبرسنت اهي موجودة قدامك بمنتهى السهولة، هتضمنها كده وتدرب عليها بالمنظر ده. طبعا طب مش بقولك ما تعرفش الطرق دي، اعرفها، بس وانت في الامتحان او لما اي حد يسألك على طول كده امسك اي number هو مديهولك وبيقولك equals a percent، اعمل له multiply by 100%. يلا اللي بعده، معاك 8 over 25. ها ال 25 دي تبقى امتى 100؟ ما انت معاك طريقتين، معاك طريقتين، يا اما تقول لي 8 over 25 equals وتخلي لي الدينومينيتور بتاعك 100، فهتبدا تقول لي 25 عملت لها ملتبلاي باي 4 عشان تبقى 100، هطلع لل 8 واعمل لها ملتبلاي باي 4، 8 باي 4 32. بص كده 32 over 100، الكلام ده 32%. ادي اول طريقة سهلة وبرده ما فيهاش اي مشاكل يعني. طيب الطريقة التانية، خد الجيفن، الحاجة اللي بيسألك عليها 8 over 25، اهي بص 8 over 25 واعمل multiply by 100%، والكلام ده قول لي equal ايه، حللي ده، بس الاول خد لي percentage وطلعها لي بره عند الناتج بيرسنت. انا عايز الناتج بتاعي بيرسنتيج، يعني السكند ترم بتاعه بيرسنت، في العلامه دي، متفقين؟ ابدا اعمل سمبلفاي جوه. طب انا عندي 25 و100 بينهم كومن فاكتور 25، يلا 25 ديفايدد باي 25 ايكوالز 1، 100 ديفايدد باي 25 يا ميس يعني 4، و8 ملتبلايد باي 4 يعني 32%، احنا كاتبها من الاول. يبقى انا كده حولت من فراكشن اللي هي 8 over 25 لبرسنتيج 32%. 8 over 25 equals 32%، والمنظر ده اسمه برسنتيج. second term equals 100، second term equals 100، متفقين؟ طب يلا السؤال اللي بعده، معاك 3 over 8، 3 over ايه؟ 8. بص كده، والكلام ده ايكوال، ها يا ميس انا لو حطيت هنا 100 انا ما عنديش حاجة اعمل ملتبلاي لل 8 فتديني 100، وهتدخل نفسك في حوار اهو. بص ركز كده، ها انا مش عارف، طب ما ايه رأيك على طول خد 3 over ال 8 ملتبلاي باي 100%، واحسب يا سيدي، خد البرسنت طلعها بره اهي برسنت، وابدا شوف لو تقدر تعمل سمبلفاي ولا لو تقدر تعمل اي حاجه. طيب بصي 8 و100 بينهم كومن فاكتور 4، اعمل ديفايدد باي 4 يلا،
8 divided by 4 يعني 2، و100 divided by يميس ال 4 يعني 25. متفقين؟ ها ما خلصتش، خد بالك. 3 over 2 3 over 2 يعني 1.5. 3 over 2 انا حولتها من fraction لايه؟ لديسيمال نمبر. 3 over 2 ما انا عايز احسب الحسبه دي لازم اطلع بنمبر، اطلع بناتج. اوكي، ف 3 over 2 يعني 1.5. الكلام ده ملتبلاي باي 25. احسب لي الكلام ده بايه؟ يعني احسب لي الكلام ده بايه؟ تعالى ناخدها على جنب نحسبها. 1.5 ملتبلاي باي 25. يلا 5 باي 5 25، 5 اند كاري اب 2، 5 باي 1 5 بلس 2 7، انزل حط 0، 2 باي 5 10 0 اند كاري اب 1. تمام، 2 باي 1 ايكوالز 2 بلس 1 3. يلا اجمع 5 بلس 0 5 و 7 بلس 0 7 وال 3 هتنزل. تمام، عندي ديسيمال بوينت هتتحط افتر 1 ديجيت اهو، افتر 1 ديجيت انزل تحت عد لي 1 ديجيت وحط لي الديسيمال بوينت. طلع قدامك ايه؟ طلع قدامي 37.5 37.5 اهي. بصوا 37.5%، هروح اكتب في النقط هنا اهوت بتاعتي 37.5. متفقين يا شباب؟ طبعا هنا انا كتبت ال1، انا كنت عامله كاري للتو الاول وانا بعمل ملتبلاي، وبدل ما اشطب على التو كتبت عليها 1. يعني ده شغل عادي بقى، اللي هو الناس اللي بتنجز هتبقى فاهمه انا عملت ايه. شغل ملتبلاي عادي، بدل ما اشطب على التو بعدين ارجع اكتب ال1 فوقها. حبيت اوضح لكم برده. تمام، يبقى انا وصلت هنا ل 37.5%. السكند ترم بتاعك بايه؟ ب 100 اهو بيرسنت دي، يعني عندك سكند ترم ايكوالز 100. تمام، خدنا البيرسنت كتبناها بره، ولازم تخلص الحسبه اللي جوه دي، لازم تخلصها، لازم توصل لي الناتج. متفقين؟ طيب طبعا هنا هو مثلا عشان يحلها حلها بشكل تاني، قال طبعا ان ال8 ال3 اوفر ال8 مش هينفع اكتب ال8 ايكوال ايه اوفر 100، ركز كده. فراح كاتبها تحت 1000، راح كاتب تحت 1000، و8 ملتبلاي باي 125 ايكوالز 1000، فراح طلع فوق وكتب 3 ملتبلاي باي 125. فبقت الحسبه بتاعته زي ما انت شايف كده 375 اوفر 1000. تمام، حولها لايه؟ لديسيمال. حولها الاول لديسيمال، 375 اوفر 1000 يعني 0.375. انا بشرح لك الطريقه الثانيه اللي هو حل بيها. تمام، طيب انا عايز الكلام ده ايكوال ايه اوفر 100؟ انا عايز احول ده ل 100 يميس في الدينومينيتور بتاعه، فراح محرك الديسيمال بوينت 2 ديجيتس زي ما انت شايف، فجت بين ال 7 وايه وال 5، فطلع له 37.5%. انت معاك الطريقه اللي انا شرحت بيها، ومعاك الطريقه دي، اللي يريحك اعمل بيه، اللي يريحك اعمل بيه. الكلام ده تكتبه بايدك وحله بايدك، انت معاك الطريقه زي ما احنا عملنا هنا كده، عملنا ملتبلاي باي 100% على طول، وخدنا الحسبه بتاعتنا وقعدنا حسبناها لحد ما وصلنا للناتج. ومعاك ان انت تبدا تجرب وتشوف، يعني ما ينفعش مثلا يبقى الدينومينيتور بتاعي 100 بس ينفع اظبطه على 1000 وبعد كده اشوف اكملها ازاي. يعني هو حولها لديسيمال وبعد كده بدا يحرك الديسيمال بوينت بتاعته. انتوا فاهمين قصدي يا شباب؟ متوهاكوا دي؟ اعملوا زي ما انا عملت. متفقين؟ خدوا بالكوا بقى ان احنا دلوقتي بنتعود على كل الحالات، كل الاشكال اللي في الدنيا. يعني احنا دلوقتي اتدربنا على converting decimal into a percent، ده اللي احنا عملناه example 1. اوكي، بعد كده اشتغلنا في example 2 على converting a fraction into a percent، ادينا fraction وحولناها لبرسنت، عملنا multiply برضو by 100%. طب المرة دي بيقول لك ايه؟ بيقول لي converting a percent into a fraction. اه ده المرة دي هيديها لي percent وعايزني احولها لايه؟ لفراكشن. مفيهاش اي مشاكل. بصوا كده معاك 27% وعايز تحولها. بص convert each of the following percentage into fraction،
مديلك برسنتيج وعايزها فراكشن، ولو سمحت ان ذا سيمبلست فورم لو تقدر توصل لي الفراكشن اللي هتكتبها للسيمبلست فورم بتاعتها يبقى كتر الف خيرك. طيب 27% مش اتفقتي معانا؟ العلامه دي معناها اوفر 100، اوفر 100 يبقى ده الكلام ده ايكوالز 27 اوفر 100. طيب هي كده في السيمبلست فورم بتاعتها، ليه ما عنديش كومن فاكتور بين ال 27 وال 100 خالص اكسبت 1، ما عنديش غير 1، يبقى هي كده في السيمبلست فورم خلصت. اللي بعدها 1% 1% الكلام ده ايكوال يا ميس بيرسنت يعني اوفر 100، يبقى الكلام ده ايكوالز 1 اوفر 100، وهي كده في السيمبلست فورم بتاعتها خلصانه. طيب 25% اهو 25% الكلام ده ايكوال 25 اوفر بيرسنت يعني 100، والكلام ده ايكوال احنا حافظين ان 25% يعني 1 اوفر 4. واللي مش حافظ ابدا اعمل سمبل فاي بمنتهى السهوله، خد ال 25 وال 100 وابدا اعمل divided by 25، ف 25 divided by 25 هيدي لك 1، 100 divided by 25 هيدي لك 4، وكده بقى وصلت للسيمبلست فورم بتاعتها. بعد كده كاتب لك 12% اهو 12% الكلام ده معناه equal 12 اوفر 100، والكلام ده equal ما هي كده مش في السيمبلست فورم بتاعتها. طيب تعالى نعمل divided by 2 على اعتبار ان ال 12 وال 100 هما الاثنين even numbers، وكل ال even numbers اللي في الدنيا عندهم common factor 2، متفقين؟ 12 divided by 2 هيدي لك 6 اوفر 100 divided by 2 هيدي لك 50. طب هي كده simplest form؟ لا، اعمل لي خطوة كمان. طب انت عرفتي ازاي؟ لا يا ميس انها مش simplest form يا ابني، معاك 6 و50، الاثنين هما ال 2 numbers اللي معاك دول even numbers لسه بينهم common factor 2. يلا اعمل divided by 2، 6 divided by 2 equals 3 over 50 divided by 2 يعني 25، او 3 over 25 دي كده simplest form، دي كده simplest form ما عادش في بينهم common factor. طب اللي بعدها ها بصوا 3 over 25 اللي بعدها معايا، اللي بعدها معايا 16 and 2 over 3% الكلام ده equals ايه لو انت عايز تحولها لفراكشن؟ بص كده 16 and 2 over 3%. ركز بقى، ركز في اللي الميس هتعمله. يا ميس انت قايله لنا بيرسنت دي يعني اوفر 100 زي ما قلت لك اهو. بص 16 and 2 over 3 over 100 اهو. عندك مشكله لو انا شلت اوفر دي وكتبت مكانها ديفايد؟ ما انت عارف ان اوفر يعني ديفايد، يعني بص هكتبها ازاي 16 and 2 over 3 divided by 100، متفقين؟ طيب الخطوه اللي بعدها لو سمحت دوت اللي قدامك النمبر اللي قدامك ده ميكسد نمبر، حوله لي الامبروبر فراكشن، حوله لي الامبروبر فراكشن. يلا 16 ملتبلاي باي 3 بلس 2. طيب 16 هاخدها على جنب اهو، ملتبلاي باي 3، 3 by 6 18 8 and carry 1، 3 by 1 equals 3 plus 1 يعني 4، معايا 48، 48 plus 2 يبقى معايا 50، فانا معايا 50 over 3 الكلام ده divided by 100. انت معاك سؤال بتحله على فكرة، انت معاك سؤال دلوقتي بتحله ماشي فيه step by step. طيب 50 over 3 دي هنزلها يا ميس زي ما هي اهو، 50 over 3 ديفايد دي هحولها الملتبلاي، و100 دي عندها دينومينيتور 1 وهشقلبها فهيبقى عندي 1 اوفر 100. قلم ورقه واعمل زي ما بعمل، خليك جدع. ابدا اعمل سمبل فاي. بصي انا عندي 50 فوق هنا في النيوميريتور وعندي 100 في الدينومينيتور، 50 و100 بينهم كومن فاكتور 50، فهبدا اعمل ديفايدد باي 50، متفقين؟ يلا 50 ديفايدد باي 50 ايكوالز 1، 100 divided by 50 equals 2، numerator by numerator، denominator by denominator، 1 by 1 equals 1 over 3 by 2 6. طلع قدامك ايه؟ 1 over 6.
وهي كده في السمبلست فورم، لاننا عملنا سمبل فاي من قبل ما نعمل الملتبلاي 1 اوفر 6. احنا وصلنا للفراكشن في السمبلست فورم بتاعتنا اللي هو طلبه مننا 1 اوفر 6 اهي. متفقين؟ ما تقفش في السؤال وتقول مش عارف، امسك السؤال طلعه بره في الورقه بتاعتك، امسك قلمك وابدا جرب، مفيش حاجه هتقف قدامك. طب هنا بيقول لك converting a percent into a decimal، طب المره دي انا عايزك تحول لي البيرسنت لديسيمال. طيب يلا نجرب. ها 15%، مش 15% دي يا شباب معناها 15 over 100 والكلام ده ايكوال، حولها لي لديسيمال يعني هتحط لي ديسيمال بوينت. ها 15 over 100 يعني 1500 اللي هي 0.15. خلصت. لما بيكون عندك 100 او 1000 او whatever، الطريقه اللي كنا بنحول بيها لديسيمال نمبرز يا شباب، كنا بنشوف عندك كام زيرو وابدا اعد، انزل ال15 كده وابدا اعد from the right to the left 2 digits عشان عندي 2 zeros، ادي 1 2 وحطيت الديسيمال بوينت بتاعتي فطلع لي 0.15. طيب معايا 4.2% اهو، بص 4.2%. الكلام ده معناه ايه؟ معناه 4.2% دي يعني over 100. اتفقين؟ ولما تعمل over 100 يعني الديسيمال بوينت بتاعتي هتتحرك 2 digits to the left. بص كده ادي 1 وما عنديش digit كمان، فهحط 0 وارجع احط الديسيمال بوينت بتاعتي، فيطلع لك ايه؟ يطلع لي 0.042. كده حولت من برسنتيج لديسيمال، من برسنتيج لايه لديسيمال. خد بالك انت عمال تحول كل الاشكال، فراكشن لديسيمال او فراكشن لبرسنتيج، ديسيمال لبرسنتيج، كلهم انت تقدر تحول من حاجه لحاجه. التدريب مفيش اسهل منه، تمسك القلم وتحل بايدك. طب تاني يلا معايا 12 and 1 over 4%. بص كده 12 and 1 over 4%. 1 over 4 دي يا شباب اللي هي equals ايه؟ ها الاول خلينا ممكن نفكر بالطريقة دي، يا ميس 1 over 4 اللي هي equal 25 over 100. بالظبط 25 over 100 دي اللي هي 0.25، صح كده؟ يبقى انت معاك whole part في 12 ومعاك decimal part في، ادي الديسيمال بوينت اهو 25، يبقى 12 and 1 over 4 معناها 12.25. خد بالك انا لسه ما تعاملتش مع كلمة percent، نزلها لي بقى percent، انا بس زبطت الميكسد نمبر حولته لديسيمال. 12 and 1 over 4 equal 12.25 بيرسنت، نزلتها اهو. طيب انا عايز اشيل بيرسنت دي، طيب الكلام ده معناه equal 12.25 over بيرسنت يعني 100. طيب الكلام ده equal، لما بتبقى بتعمل over 100 او divided by 100 يبقى الديسيمال بوينت هتتحرك 2 digits to the left وتيجي هنا، فيطلع قدامك ايه؟ يطلع لي 0.1225. حولت اهو من ميكسد نمبر، والميكسد نمبر ده برسنتيج اصلا، يعني هو مدي لي ميكسد نمبر في شكل كمان برسنتيج، حولته في الاخر لايه؟ لديسمال بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. بعد كده يا شباب منزل معاكم ريمارك، الريمارك دي او الملاحظه دي بيقول لكم ايه؟ بيقول لك لو انت معاك سويتر، والسويتر دوت لما بدات تقرا مصنوع من ايه، تمام، فبدا يقول لك ان 35% منه كوتون والريست از وول. طيب معنى الكلام ده ايه؟ تقدر تقول لي برسنتيج اوف وول من المعلومات اللي هو مديها لك دي؟ بص يا ميس، سوت دي لو السويتر اللي معايا ده يعني 1 هول، متفقين؟ الحاجة اللي هيبقى مديها لك بقى شيرت، سويتر، تي شيرت، وات ايفر، اوكي؟ دي بالنسبة لك هتبقى 1 هول،
one whole ده equal 100%. one whole ده equal ايه 100%. طيب 100% دي منها في 35% كوتون، وبناء عليه اقدر اجيب لك الول. بصي كده، لو انا عايز اجيب البرسنتيج بتاعت الول هاخد ال 100% ماينس 35%. ما هو 100% دوت معناه بالنسبة لي السويتر كله على بعضه، والسويتر على بعضه معمول من الكوتون والول، معمول من الحاجتين. اوكي، فانا معايا البرسنتيج بتاعت الكوتون هوقعها من ال 100%. هوقعها يعني اعمل ايه؟ يعني هعمل ماينس بالمنظر ده 100% ماينس 35%. وقعت الكوتون اهو، هيتفضل لك ريست، ريست اللي هو الول اهو. ما انا قلت لك وول ايكوالز 100% ماينس 35%. الكلام دوت بيرسنت هتنزل اهي، بيرسنت ديت كانها اليونت بتاعتك برسنتيج. اوكي، وانت دلوقتي بتعمل سبتراكت ل 100 ماينس 35 فهيدي لك 65%. يبقى انت كده فاهم ان انت لما بتتعامل مع حاجه، الحاجه ديت حاجه على بعضها، السويتر ده 1 على بعضه. اوكي، فال1 ده بالنسبه لي 100%. متفقين؟ ما انت عارف ان 100% equals 1 whole. 100% دي اقسمها بقى، هو مقسمها قدامك هنا هوت بالبرسنتيج اللي هو حددها لك 35 كوتون، وقال لك هات لي الول قد ايه. اخدنا 100% minus 35 طلع لي 65%. طيب الكلام ده ممكن يختلف، ممكن يختلف في اكزامبل تاني، يعني ممكن برضو يدي لك شيرت مثلا. اوكي، ويقول لك الشيرت ده مثلا فيه 40% كوتون، اوكي، وذا ريست از برضو نقول وول، قميص فيه قطن هوت وفيه صوف. المصانع لما بتيجي يا شباب تعمل منتجاتها بتعملها من اكتر من ايه، من مادة خام، عشان تطلع لك شيرت في الاخر، تستخدم كوتون، تستخدم وول، whatever بقى. تمام، فهو لما يقول لك ان 40% كوتون جوه الشيرت، جوه القميص ده، طب يا ميس ما هو القميص دوت بالنسبه لي 1، وال1 يعني equal 100%. فانا اقدر بمنتهى السهوله اقول لك البرسنتيج بتاعت الوول. طب ازاي هتاخد ال 100% ماينس البرسنتيج بتاعت الكوتون اللي هي 40%؟ الكلام ده ايكوال بيرسنت، دي اليونت بتاعتي طلعت اهي كانها يونت، وتفضل لي 100 ماينس 40 يعني 60% وول جوه القميص ده. متفقين؟ طب لو قال لك ان الشيرت ده، لو قال لك ان الشيرت ده 100% كوتون، اه يا ميس ده الشيرت ده حاجه غاليه جدا 100% يعني ده كله قطن، خلاص دي معناها ان هو كله قطن، ما استخدموش اي ماده تانية وهم بيعملوا القميص ده، ده قميص حلو قوي على فكره. طب لو قال لك ان الشيرت دوت 100% وول، اه ده معنى كده ان القميص دوت بيدفي، كله مصنوع من الصوف، ده بيدفي 100% صوف 100% وول بيدفي، يعني من الاخر 100% منه صوف، ما فيهوش اي مادة تانية. واضحة الفكرة؟ يعني هيبدأ بقى يشكل لك في الاسئلة، وتبدأ مهم جدا ان انت تبقى فاهم ان الوان هول بتاعك ب 100% زي ما احنا عمالين نأكد من اول الحصة. نبدأ اكزامبل نمبر 5 يا شباب، اكزامبل مهم بقى، يعني اكزامبل مهم ورابط لك حاجات كتير كده جوه الحصة. ها، choose the correct answer. okay، هنا بيقول لك if the percentage of success in a school is 76%. طيب then the percentage of Fletcher، الناس اللي نجحوا، okay، النسبة بتاعتهم، percentage بتاعتهم 76%. تمام، 76%
وعايزك تقول النسبة بتاعت الناس اللي فشلوا أو رسبوا في الامتحان. طيب يا ميس السكول بالنسبة لي كلها على بعضها، أوكي، الطلبة اللي نجحوا واللي سقطوا بالنسبة لي البرسنتيج بتاعتهم هتبقى 100%، صح كده؟ لما وقع منهم برسنتيج بتاعت الناس اللي نجحوا، لما أقول لك -76%، ما هو كده يتفضل لي الناس اللي ايه؟ اللي سقطوا، اللي وقعوا في الامتحان، برسنت هتطلع لك بره كده برسنت، ويبقى معاك السؤال 100% او 100-76، الكلام ده هيدي لك 24%، هو كاتب لك برسنت فانت هتاخد ال 24، تمام؟ يبقى الناجحين والساقطين مع بعض هيوصلوني للمدرسة كلها. المدرسة كلها معناها 100%، مهم قوي تبقى فاهم الكلام ده، ناجحين وساقطين يوصلوني للمدرسة، فالمدرسة كلها تعمل لي 100%. فلما وقع من ال 100% الناس اللي نجحوا يطلع لي البرسنتيج بتاعت الناس اللي ايه؟ اللي سقطوا بمنتهى السهولة. طب هنا بيقول لك 1 whole -15% + 55%، الكلام ده ايكوال ايه؟ بص يا ميس، هو بيتكلم معايا بيرسنت وعامل لي اقواس، فانا لازم طبعا اخلص اللي جوه الاقواس، بس كمان لازم اكون عارف ان ال1 دي معناها 100% والكلام ده ماينس، واجمع بقى اللي جوه الاقواس الاول، اجمع اللي جوه الاقواس الاول 15 + 55 = 70%، 15 + 55 = 70%، تمام؟ والإجابة بتاعتي طبعا هتطلع فيها بيرسنت، أهو بيرسنت ماينس بيرسنت، فلازم يطلع معايا بيرسنت 100 - 70، الكلام ده equals 30%، ادي 30 أهو وهو كاتب لك بيرسنت. يبقى هدفك كله لما بتشوف أقواس الأول بتجمع اللي جواها وتبقى فاهم إن ال1 دي معناها 100%. آخر واحد 90% - وفتح لك أقواس أهوت 22% + 43%، 90% دي هقول لها استني شوية، هنزلها كده 90% ماينس، ولازم اخلص الايه اللي جوه القوس الاول 22% + 43%، الكلام ده هيديني حاجة بالبرسنت اهو 2 + 3 = 5 و 2 + 4 = 6، فبقى السؤال بتاعك كأنه 90% - 65% equal معايا بيرسنت اهي 90 - 65، الكلام ده ايكوالز ايه يا ميس؟ ايكوالز 25%، 90 - 65 = 25، متفقين؟ طيب بعد كده الكلام ده ايكوال، بص كده هو كاتب لك عايزها على شكل ايه؟ على شكل فراكشن، تمام؟ 25% يعني 25/100. هل هو كاتب قدامك 25/100؟ مش كاتبها. طب يبقى عايزها في السيمبلست فورم بقى، 25/100 يعني 1/4، ده احنا حفظناها قلتيها معانا كتير قوي النهارده، 1/4 اهي. يبقى الكلام ده كله لما تخلص الحسبه بتاعته ويطلع لك 25%، لازم تبقى فاهم انها 25/100، لازم تبقى فاهم انها في السيمبلست فورم بتاعتها ايكوال 1/4، متفقين؟ طيب تشيك يور اندرستاندينج، هسيبه لكم از هوم ورك للحصه النهارده، وما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه بظهر الغيب وتكتبوا لي تعليق حلو وتشجعوني بيه اكمل معاكم، لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.